خاطر ما هيش عيشة هنا، ما تكفينيش 20,000 ولا 25,000، ما تكفينيش. راني الحمد لله راني نحكي لك لنشيخ لنتكيف زطله لنعمل شاي، حدي دخانك هاو، اما الدخان وقهوه ما تعمل شاي. 20,000 ما تكفيش جمله، حد شاي ما يمش تنجم تعملك حد شاي. انا تو ما نخدمش بطال، اما بصنعتي وما نحبش نخدم فيها لاني ما نخدمش، لاني يعني بصنعتي حجام وعندي ديبلوم حجام وزوز شهيد وما نخدمش فيها. شنو الاسباب اللي تخليك انا تونس خايبه برشا، ما فيها شيء يصلح، ما فيها حد شيء، حد شيء مريت لهنا به، عمري 20 سنه مريت حد شيء به يعني، حتى شيء، عمري مريت حاجه به، عمري مريت حاجه كي نغزلها كي نقول ليه تخليني باش نبقى في تونس، ما فهم حد شيء، مريت حد شيء بالحق يصلح في تونس، على ذاك ناويين الهجره ان شاء الله وربي سهل كل ويا خويا حرق حرق معايا خويا حرق مع نفس الحرق، حرقه الزباتيسه والدجيرس، احلى زباتيسه واحلى وعلى الناس الكل خويا حرق مع يوب كيف كيف طلعوا مع بعضهم وهبطوا مع بعضهم اما الحمد لله غادي يعيش مازال ليه مشى لفرنسا ما بقاش في ايطاليا ملي هبط في ايطاليا مشى ديريكت لفرنسا اما الحمد لله غادي اذا كان ناوي على الحلال راك تبقى وما يكلمك حد وما يدور بك حتى وياه 500 يورو هذا ب 500 يورو باش تقدر عليه انا هنا باش تشريها 500 يورو مليون ونص هذايا فيست مليون نقدر نلبسها انا في تونس هذه مليون ونص مليون 500 يورو نقدر انا باش نلبسها في تونس دودورون هاي متاليان ما هاي ريدها مستحيل هذايا بلاش خويا في التاليان هذايا عندي 15 كعب انا في الدار بلاش ندخل المكازان نحط في جيبي ونخرج اوكي هنا وين مش حط في جيبي هنا حط في جيبي نلقى في الحبس المهم جاي بعد ولاد اونتي مو معناها الحل عندك الحرق كهو حد شيء مش تخرج حتى ما نقولكش الحرقه حتى كي كنت تخمم باش تمشي بوراقك معناها تطلب عليك 20 مليون 25 مليون منين باش نجيبهم انا 25 مليون 5 ملايين نلمهم كان بالسيف كان ما زاد بالمحاوله مش بالسيف بالسيف عام عام حياتي كل محروم منها مش لما 5 ملايين فهمتني قدرة ربي ان شاء الله وربي سهل للناس الكل يا مولاي عمتي كل يحبوا يحرقوا كيفاش كيفاش البحر البحر كيما خرج الكبير مش يخرج البحر نحبوا البحر ما نحبوش زاد سربيا واحد وجمال عينيه وبالضرب البحر تطلع في الرمل تطسخ في الشقف تهبط كيف في الرمل فما واللي ناوي بالرسمي اللي ناوي على الحرام غير ما يمشي للغربه اللي ناوي حاب شي يعمل الحرام ويحب يبيع الغبره واحد ليه ما غير ما يمشي ما غير ما يمشي بالرسمي اللي ناوي على الحرام في الغربه ما غير ما يمشي خاطر ناوي كي مشيت غادي عباره لهنيه ما ماكش تعمل حتى شيء زيد فما اسمع ليه صاحبي فيها فلوس اما بعد ماكش تلقيهم الفلوس راه فلوس الحرام ما تدومش غادي راك تخدم اي حاجه غادي ابسط حاجه في الحرام حرام نهارك 70 يورو 75 يورو وانت تضرب في ثلاثه تلقيهم في 200 وشوي فهمت هاني قلت لك 22 مليون 23 مليون 25 مليون وبديبلومك نحكي لك راه حجين نحكي لك بديبلومي معناها برشا فلوس فوق ال 20 مليون عندي انا ما نجمش نجيبهم حتى باش يعاونوك الدار باش ما يعاونك حد بخلاف الدار ما يعاونك حد والدار ما يقدروش يعاونوني فوق ال 20 مليون فهمت معناها كي وقتها تولي الدوره الحرقه على الاقل مش كيما 20 مليون كيما 5 ملايين 5 ملايين انت دبر زوز والدار يعطيوك مليون وخالك يعطيك مليون وبوك يعطيك مليون